السلام عليكم. يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالية كارلوس كيروش بعد قليل مواجهة نارية وصعبة للغاية أمام منتخب الكاميرون في الدورة قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية والتي تستضيفها الكاميرون حتى 6 فبراير الجاري. ويسعى منتخب مصر إلى تحقيق الفوز الخامس في تاريخه على حساب الأسود الكاميرونية في تاريخ مواجهة كأس أمم إفريقيا في كأس الأمم الإفريقية، حيث واجه المنتخب المصري نظيره الكاميروني في 10 مباريات سابقة. الفوز كان حليف الفراعنة في 4 مباريات، وخسر 4 مباريات وحسم التعادل في مباراتين بينهما. وسجل المصريون 11 هدف واستقبلت شباكه 9 أهداف. ويمكن للجميع مشاهدة المباراة مجانا وبجودة عالية بدون تقطيع في الرابط المثبت أسفل الفيديو في صندوق الوصف، كما يمكن مشاهدة المباراة أيضا على القناة الأرضية الجزائرية.